هناك دنتكار. هنا كدنتكار. سياحة في الشعر والموسيقى النوبية. ومن إعداد وتقديم الزميل مرتضى عبد الرحيم. المستمعين في إذاعة كدنتكار مسكا جلوما ليرونيس. السلام عليكم ورحمة الله. احنا سعداء جدا ان نلتقي بالحضرات المستمعين كيفما واينما كانوا، وسعداء جدا ان نلتقي بهم في رحاب شعرانا وفنانين الذين عطروا وما زالوا يعطرون الأجواء الساخنة في المنطقة النوبية بمجموعة من الأغاني ومجموعة من الأشعار. تعلقهم كنا لبيلي شاهد إن يعني الناس حاسة بقت عايشة تقريبا أمانو فنانونا نبني سيومون لكم. ففي حلقة سابقة كنا عملنا مقدمة إننا هنواصل المشوار في تناول مجموعة من الفنانين، وكنا وعدنا المستمعين إننا نتناول عن الفنان كبوش محمد إبراهيم كبوش، وتحديدا في رسالته الشهيرة للنوبيين في الصيف الساخن جدا 2008. وعشان نخش في رسالة كبوش كمدخل للموضوع، إنه الشعراء والكتاب وفنانيننا سبقوه في بث الرسائل، فتقريبا أولى هذه الرسائل شناناني رسالة لمنون سنة 1992، ودي كان السنة الثانية ولا السنة الثالثة من
مجيء الشوق، صورة الإنغاز. فشنان أنا رسالي مشهورة منهم، وطبعا كان يعني أغنية، وبالمناسبة يمكن في الآونة الأخيرة أول فنان في المنطقة يتم اعتقاله، يتم تعذيبه، يتم محاربته، يتم يعني إعلان حرب رسمي وشعبي، كان المطرب شنان لما نغنى في يا خسارة يركو خسارة، يا مدفنا مسكدارة، قركجاغة تبايك كمارة، سنة ستة لنوي داتاشو اوير غورمو كرتي روشو ارنريسو ديفالوشو قركجاغة حافلو مروشو نورا شك داغلاي بشيرا تدانوسكي غايوزي بيركا تكايغ ملكا سوسكا اركي كينيا غوتو لاتوركا. فالأغنية كانت قوية جدا، وكانت يعني لها صدى كبير، والأغنية برضو كانت لها يعني وقع خاص في نفوس الترابلة المساكين اللي تعرضوا للنهب المنظم داريو تونكر إيبا دوكاتيشن، يعني ناس مساكين بطريقة بدائية جدا، لا في دعم لا في آليات، تركضني توريكو إربوريكو إوريكاشاني كر شالوا منهم تلت الإنتاج. فكان يعني شنان صور المشهد الباهت من حكومة الإنغاز في رسالته يا خسارة يكو خسارة. ترين باتون برضو كان في رسالتين من الفنان مكي علي إدريس. الرسالة طبعا الأغنية المشهورة أغنية كجبار، أجينا أرغناني كيدا في يوليناني فنتنين أنوغنوتو منجا كنديناناني. وبرضو في نفس السنة سنة 1996 برضو كان مكي بث بالرسالة الثانية الله الولين دقي بلال كمالين دقي، الله الولين دقي بلال كمالين دقي كإنجيل كيرت تيكا سناريس ريغا حبوباتنا. فمكي شال منهم لكن أضاف يعني رسالة مهمة جدا، الله الولين دقي بلال كمالين دقي ونو بمالين دقي قرق جاغنا كري الدين سمكو كري سامي سمكو مري قرق جاغنا كري مرقان امونا حقي. فدي برضو كانت رسالة مهمة جدا في سنة 96، ودي كانت طبعا سنين صعبة جدا على كل الشعب السوداني، اعتقالات وحرب، لكن لقينا انهم فنانين وشعرانا كان عندهم الشجاعة وتصدوا وبثوا برسالتهم في الوقت المناسب، وأداء قيمة الشاعر وقيمة الرمز بوري ويكا جاغ هل قناني قوكا جاغا اعتقالات جاكا سنة وسنو سرك ربانيا همونا، يعني ما كان النظام يعني أذان في كل لا رسمي كربي ساوند في حفلات جماهيرية كان بيغنوا بأعلى صوت، والناس برضو كانوا بيرددوا معاهم بأعلى صوت. وفي نفس الفترة برضو كان محمد مختار الله يرحمه ويحسن إليه برضو كان بعث لنا برسالة اللي قالوا بلو الدوسو مسكر كونغشن نوسو حلفسي كوتا جانوسو دنقل كتشبا يوسو كارلو كدنا قويلو أرلو سيسي فركوسو سيسي لسنغ سنغوسو وننكر قدروسا كجبار وبيو أي قدوان أي ويقين ما ينتشكلو كن وكينا نمونوسو اللي قالوا بلو الدوسو. دي كانت رسالة محمد مختار سنة 1997. برضو ويرانكمون سنة 2006 برضو كانت الرسالة الشهيرة لمكي علي إدريس نبنتو من غايلو هكيلو من ويلودو جافيني نيرا مشاكدو كيلو.
نشامون دنگي باسولا ناي نيگل فكر جيلو ناي نسمر تركيلو إن كيل كنين نلوغا دا دين تون نلوغا فد دمارو كلوغا ناي نسمر تركيلو باتون برضو الفنان والإنسان والملحن العظيم كوبوش برضو ما كان بعيد من جو الشعراء والفنانين برضو يعني خدت مساهمته بكل سخاء وفي فترة صعبة جدا سنة 2008 الرسالة الشهيرة ونوبا الديرانجنا نوبا نرويرانجنا نوبا ويرويران جنانوبا إيغلو تير جنوسكو تلي ويران جنانوبا تلي ويران جنانوبا ديران جنانوبا ديران جنانوبا فيعني دي كانت رسالة وفي شكل أغنية جميلة جدا وملحنة ويعني لحسن الحظ إنه شريط جديد أنت يعني كان استلمونا سر لجان المناهضة وعملوا شغل ضخم وكبير طبعوا في أشرطة كاسيت وفي سيديهات وتم تغطيط تقريبا لكل القرى ولكل المشيخات حتى عربين في سفر كان يقول كوني يعني كان بيصور على السواكين يعني العربية لما تقوم من خرطومة تناني حلفة ويفاني يموكي كسا يا في شكل كاسيت يا في شكل سيديهات فلأنه الناس يعني فطنوا أو اللجنة فطنت يعني أهمية الرسالة والرسالة برضو كانت يعني في وقت مهم وفي وقت عصيب جدا وكوبوش ناني رسالة نيلونغا بلغوم ممكن أصلين كوبوش ذات يعني هو غني عن التعريف لكن برضو ممكن يعني كوبوش ناني من عيني أو نايليني فأقل ما يقال في فناننا المطرب كوبوش تر صور دل سير كاميرسن ويفلون كورتن صور دل سير كاميرسن ويفلون كورتن شارتي مشان جرينا ناتي لكا دويني غنى اين دوجد نيرنى شورتي فيرنى كيرنى اني كوبوش كوبوش كيرن مرتك اسمر روك ايغوشن تجملا سوكو اركن ارم اكيد كانون مشاتم بابلا كوكو كوبوش اون ايدين كم كوكي اين كيتو جاكن تكا جاكن كو ارو نركنتهي موهو سمان ديويلا غوكو كوبوشي امنسلندوني كيل كنيكا كيرا غراندا كيرسوكو ارغونيركو جال دافينغون هود موجان دورلا تاوانغوني كوبوشي رسالة لغا دويجو رسالة ناقو من غباني ونوبا أي غلان دي تو مسكو هكير كي ديليغسكي ولا مشدنا دوكي مانيو نالي ديمسكي كوبوش كا كيري غون كسير جوغي كوبوش كا كيري غون وايسيل دوغي غوغي كوبوش كا كيري غون نولوان أمانغارو أورو شوغرون أوغدك فإنين كوبوش زي ما ذكرنا أقل ما يورب به الفنان محمد إبراهيم كوبوش
صواردة وأيسة. طيب نجي نشوف رسالة كوبوش من أبنيو رسالة أو يعني بس شنو كوبوش للنوبيين في محنتهم العصيبة. فهو بيقول في رسالته: رسالة إلي منكم أيها الأهل والأحباب في أرض النوب الحضارة، ورثنا عن الأجداد أرضا وعزا وشموخا وكرامة أدهشت العالم الذي أجبر على الانحناء لعظمة وجذور الحضارة الإنسانية في أرض النوبة. نعم، وكما كان السلف عبر العصور ننشد ونغني فخورون لهذا الإرث العظيم، وهكذا تلك هي الأمانة التي يجب أن نتمسك بها ونموت من أجلها لتبقى شامخة لتتوارثها الأجيال من بعد. عجبا، أفكلما ضاق بهم الحال هرولوا لأرض الكنانة وفي معيتهم أرض النوبة كبشا للفداء؟ عجبا لهؤلاء الأغزام الذين لا يعرفون إلا قيمة البندقية التي تهشم بها رؤوس الأبرياء العزل. لكن لا تجزعي يا أمه، لا تجزعي يا أمه، إن الصبح آت عن قريب، لا تجزعي لك أبناء أسود وأسوار من حديد، لا تجزعي، فغدا للدولة عدل وقانون جديد. ونوبا صوار دلتو السلام، ونوبا صوار دلتو السلام، 16 سبتمبر 2008 جدة. دي كانت رسالة كوبوش. الرسالة كون عربية لكن دي كانت مقدمة لأغنية وفيها يعني كمية من التصويرات وكمية من القضايا وكمية من الحلول وكمية من الحاجات الفعلا نحن محتاجين لها. لكن هو يعني عشان يدي الموضوع يعني كامل الجدية وكامل الاهتمام، يعني إنه الموضوع بس ما أغنية وما رقيص وما طرب، يعني نسج في بداية الأغنية هذه المقدمة. والمقدمة دي وثيقة مهمة جدا في تاريخنا كنوبيين وفي نضالنا، ونحن فعلا كنا محتاجين لهذه الوثيقة. والوثيقة مدونة من رجل الرقم، رجل معروف هو منه وبيفكر كيف ورؤيته شنو والمطلوب منه كفنان شنو والمطلوب مننا شنو كنحن جماهير وكمستمعين. وبصراحة رسالة كوبوش وثيقة مهمة جدا وسلاح قوي جدا وأرضية صلبة جدا عشان نقدر نجيب ونقدر نفكر ونقدر نتحرك. طيب نجي نشوف أهميتها منين. أولا أهمية الرسالة إنه الرسالة من رجل فنان ورجل يعشق الأرض ورجل يعرف يعني إيه معنى الانتماء ورجل يعرف يعني إيه الأرض في مكونات الإنسان والمكونات الأخرى للإنسان. يعني كوبوش مضبوطة كربية أرضنا من نساوية كإنسان يقول قبل بايسة إركتا آدماني آدمي كونغوران حقيقة ما لتل إربيكس. يعني كل شعرانا كان كوبوش، كان عباس عثمان، كان مكي، كان مندك، كان محمد مختار، كان محمد توفيق، يعني حتى كل الشعران الصغار في الساحة ما لتل بيعرفوا قيمة الأرض، وكلهم كانوا مصرين إنه الناس تتمسك بالأرض وبالوطن. طيب رسالة إلي منكم أيها
يعني إنه بدالة ما بين حسن كيريمون يعني ما كان في إمكان إنه طوالي كان يخش في الأغنية، لا يعني زي عمل يعني زي ما بتقول المعلمين شرطتين بالقلم الأحمر تحت الموضوع للأهمية. الرسالة منكم أيها الأهل والأحباب في أرض النوبة، يعني ما مجرد غنائم ولا مجرد طربعهم، لا الرسالة رسالي كانون طبعا خلاص تقريبا الكلمة يعني بتفي بالمعنى وبالمضمون وبالمقصود. يلا ها من رسالي إني يا أستاذ كبوش، ورثنا عن الأجداد أرضا وعزا وشموخا وكرامة. يعني أولين كيلك أشوف الترتيب، ما قال ورثنا عن الأجداد شموخا وكرامة وعزا، لا هنا في ترتيب وفي مبررات الترتيب. أولين كيل قال ورثنا عن الأجداد أرضا، أرض لبتيو أرض ترسون باتون ترين بات، فعلا كان في عزة وكان في شموخ وكان في كرامة. إذن مسببات العزة والشموخ والكرامة أرض اللي رسالينا واضحة، يعني هسه صدفان فيكم ولا كبوش رتب ترتيب منطقي. ورثنا عن الأجداد أرضا وعزا وشموخا وكرامة، إذا مسببات العزة والشموخ والكرامة كبوش مبنيه وإن أن الأرض تكون الأرض النوبي. إذا فقدنا الأرض تاني ويها دامو لاجئين ويك هكمو، لا هنتكلم عن العز كنا كمو، لا هنتكلم عن الشموخ احنا فاقدين، ولا عن الكرامة، ولا كرامة كنيك أرض توفى ممكن تكلمون. أدهشت العالم الذي أجبر على الانحناء لعظمة وجذور الحضارة الإنسانية في أرض النوب، وفعلا العالم ليه حس مندهش ويناني من نايسين. ولا إن حضارين الحضارة أدهشت العالم، لا كان جزيرة منكم ولا وسط السودان منكم ولا في سحيرة منكم، لا ترشريط ضيق تقول انت لما نجرب لاقين تاني إما لله يدك. والدليل على ذلك يعني لما حلف القديمة ما كان في نفس المستوى أرض الحاجة اللي حلفك الدكسان، مشوا أدوهم في مدينة ضخمة فسحة كده في أرض البطانة أصلا غير سهل ليرا، يعني كمية من لا جبل دامون، كمية من الميادين، كمية من الزراعة هذه من تجري مسكسان في خلال 45-48 سنة. المشروع فشل والناس رجعوا والناس أعلن إنهم تنان أرض جنينك، بقديك واحد فلان يسمى بقديك مشو بيقو فيها حوالين المدن. وشوف حلف القديمة من داك ما كان تعمير بإمكانيات دولة وبإمكانيات منظمات مع مدينة كاملة نمي بتعويض لقوين داك وفي فسح كبيرة، وحلف القديمة وادي غير ذي زرع، المدينة القامت على أكتاف الناس وكمان في ظرف هم محاربين. حلف القديمة جاي سنة ما كانوا محاربين من الطوفان ومن الحكومة السودانية ومن الحكومة المصرية زائدا الحيوانات المفترسة، خمس أعداء المدينة اللي عملوها يعني في جو ما عاد محاربين من 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 أربع لخمس أعداء، حس بقت مدينة دمتين مدينة بقت مدينة مميزة وبقت مدينة جاذبة وبقت يمكن تخيل يعني مدينة جديدة وقامت على أكتاف الناس، وأكتاف الناس في ظرف هم محاربين عشان تعرف إنه يكون بين النوبلية تكون منبلل ضيقة. وعندنا نموذج القرية دال في غرب سركمتو يعني ديل جيراننا كلهم عندهم الأراضي كيلو لكيلو 14 كيا كل ويكدوه مساحات معتبرة. الناس القاعدين من حل ما شاء الله هم كتار ناس دار أكثر من 400-500 بيت، من ال 500 بيت القاعدين في حل فقط 6 أسر، وفي دال يمكن من القرى المعتبرة يعني من السكان ومن المعمار، وده بيدل دال يكون سنغر أرتيكو كوسي ويكو كرمن
عشان تعرف انه الارتباط بالارض مهم كيف. لعظمة جذور الحضارة الإنسانية في أرض النوبة، وما قال حضارة مادية، لا، حضارة إنسانية. فرق كبير جدا يا أخواننا بين الحضارة المادية والحضارة الإنسانية، ونحن حضرتك الحضارة مادية وحضارة إنسانية، لكن كوبوش لإنسانيته تجاهل عن الحضارة المادية بالذكر الحضارة الإنسانية. نعم، وكما كان السلف عبر العصور ننشد ونغني فخورون لهذا الإرث العظيم. أصلاً لنكيري لنداكاني غني لنداكاني، الأولى بغنانا والأولى بطربنا والأولى برقيصنا، ما البديل؟ ما الخيار؟ لا، أردويني أعربلوتو ورسزيني من جد عن جدود، والحتة اللي عملنا في الحضارات اللي نفاني محط للدراسات ومحط لاهتمام الناس اللي بيفهموا الأوروبيين أو الغربيين أو الأمريكان. تلك هي الأمانة التي يجب أن نتمسك بها ونموت من أجلها. إذا نجي للأمانة، يعني ما على كيف عشان أنا أقدر أفرد، ولا كيف أنهمه، ولا يكون أنا كيف أهمه، لأنه دي أمانة استلمناها أو ورثناها من الجدود، ومن حق الأمانة أن نسلم للأجيال الجاية. يعني حس إن أنا أقرر أنا أتنازل عن أرضي ما من حقي، لأنه أيكوت ونعم دي ورثناها، ونحن حسي عايشين ولازم نسلم للأجيال الجاية. إذا نحن لما حسي نقر إغراق أو إننا اتنازلنا من أرضنا، البني ده باطل جدا، لأنه في طرف أصيل الأجيال الجاية مشتركين، وما ممكن يتم بيعة ولا يتم تنازل في غياب شركاء أصيلين اللي هم الأجيال النوبية القادمة. إذن فكرة إننا أنا يتنازل للإغراق دي صفقة باطلة 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 في كل المواسيق وفي كل الأعراف. طيب، نتمسك بها ونموت من أجلها. وفعلا يعني مش يعني ما مجرد رسالة، لا، وفعلا قدمنا خيرة شبابنا الشهيد المعز وصحبه، مقدمين 4 شهداء تهاوي التيل في مظاهرة سلمية، لا قالوا جعانين، لا طالبوا بتنمية، لا طالبوا بالعدالة، لا طالبوا بحقهم، قالوا يا أخوانا بس وقردنا مقوج ما تغرب لنا حتتنا إنا ديكس. إذن بني دايم قدمنا نماذج شهداء ومستعدين ملر ونديك. دي رسالة كوبوش، نموت من أجلها لتبقى شامخة لتتوارثها الأجيال من بعد. دي الرسالة أساسية، إنه كيف نعمل، من نحن الحس العايشين أو نحن المعاصرين نحكم، لا، في طرف أصيل زي ما ذكرنا الأجيال القادمة. فسلامة الأمانة وإننا أمانة زي ما استلمنا كامل مضبوطة كرة نسلم الأجيال القادمة. عجبا، أفكلما ضاق بهم الحال هرولوا لأرض الكنانة وفي معيتهم أرض النوبة كبشا للفداء. فعسما نموذج، نحن يمكن فقدنا من أعز الأراضي، يعني من سيريلتون لغاية دالك الوفاة من استفيدوا، كان إنسان نوبي ولا كان الحكومة السودانية، لا، ما كان عندنا أي نصيب، بل خسرنا أرض أو أقدم منطقة لوجود الإنسان في إفريقيا ولا في السودان، ما كان في مكاسب، بل كان في والضريبة حندفع لغاية نهاية التاريخ. وحل فناني كريسيموني عار، نعترف عار في جبين، عار في جبين النوبيين، حل فان كريسي، لأنه إحنا مستهدفين من بدري جدا. وطالما قاعدين نتكلم عن عار في جبين حصلت في لحظة من لحظات التاريخ، إن الناس يعني ما منتبهين، أكيد ما حيتكرر المأساة، مأساة عبود لن تعود، مأساة عبود لن تعود. Let's go.
وفي معيتهم النوبة كبشان الفداء عجبا لهؤلاء الأغزام. والأغزام طبعا كوبوشي بيقصد القرارات الطائشة والقرارات يعني بدون أي دراسات وبدون أي جدوى، ساي كده بس همجية، يعني زول يتخذ قرار ما بيراعي منيف حصلك السلبيات معاناة الناس وإيه إما ليزن هو يعني قزم وحقير في تفكيره وفي كل خطواته. الذين لا يعرفون إلا قيمة البندقية التي تهشم بها رؤوس الأبرياء العزل. هنا طبعا إشارة إلى شهدانا، ونحن فخورين جدا بشهدانا، ما زعلانين أصلا ما زعلانين. لكن لا تجزعي يا أمه إن الصبح آت عن قريب، لا تجزعي لك أبناء أسود وأسوار من حديد. نعم لو ما كان أسود ما كان الضحو ما كان ماتوا ما كنا قدمنا الشهداء. وأسمار من حديد، أسوار من حديد الإنفان، يعني تقريبا يمكن يعني في كل مناطق السودان أقربينا، يعني في ناس عادي ممكن في اليوم يموتوا 20-30-40 أرباديشة، يمكن النوبيين في كل مناطقهم في مهاجرهم في الخرطوم. الإنفان كانت قضية مدولة ويمكن أي عالم لبكه، ونحن قيمتنا كده لمان أصلا ما رخيص، وعن قضية وعن حق. لا تزعي فغدا للدولة عدل وقانون جديد، ونوبا صوار دلتو سلام، ونوبا صوار دلتو سلام، الديرنجنا نوبا ويرويرنجنا نوبا نرويرنجنا نوبا إيغلو تيرجانوسكوب. حضرات المسلمين في ذات كيد دكار، دي كانت فقط مقدمة لرسالة كوبوش، وإن شاء الله هنواصل وهنستمر في بس بقية الرسالة. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرتضى عبد الرحيم توفيق الرسير، المملكة المتحدة، مكتب إذاعة كيد دكار. وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.